السلام عليكم أيتها السيدات الكريمات أيها السادة الكرام والإخوة الأخوات، كيف هي أحوالكم؟ أرجو أن تكونوا بصحة وعافية وبخير وفي أحسن حال. مرحبا بكم في قناتكم عروض واختيارات. عروض اليوم هي عروض محلة بهم الأسبوعية الخاصة بيوم الثلاثاء 19 ماي 2020، أرجو أن تنال إعجابكم. المرجو من الإخوة والأخوات الكرام الالتزام بالحجر الصحي بالمنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى من أجل اقتناء الضروريات الغذائية والاحتياجات الأساسية، ويجب خروج فرد واحد من الأسرة مع الأخذ بالاحتياطات اللازمة المتمثلة في ارتداء الكمامة من أجل السلامة الصحية، عدم الذهاب إلى المتاجر ومراكز التسوق في أوقات الذروة والازدحام، احترام مسافة الأمان لا تقل عن متر واحد من كافة الجهات، إعداد قائمة بالمشتريات لتقليل التواجد بالسوق والمتجر، العمل بكافة التعليمات والنصائح التي يقدمها المسؤولون من أجل السلامة الصحية. أرجو من السيدات الكريمات والسادة الكرام والإخوة والأخوات الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ومشاركة الفيديو لتعم الفائدة على الجميع وإضافة تعليق، هدفنا إيصال المعلومة للجميع. شكرا لكم. كل الشكر والتقدير على تعليقاتكم النيرة واستفساراتكم وتساؤلاتكم وإجاباتكم التي تساهم في الإفادة والاستفادة.
تشاهدون الآن عروض محلات بيم الأسبوعية الخاصة بيوم الثلاثاء 19 ماي 2020. في انتظار الإدلاء بآرائكم واستفساراتكم وتساؤلاتكم حول هذه العروض لتعم الفائدة على الجميع، أترككم مع مشاهدة العروض وأرجو أن تنال إعجابكم. للتوصل بكل جديد لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس وجيمل الفيديو وإضافة تعليق. دعمكم استمرار لنا. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله. المرجو من الإخوة والأخوات الكرام الالتزام بالحجر الصحي بالمنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى من أجل اقتناء الضروريات الغذائية والاحتياجات الأساسية. جزاكم الله خيراً.